صباح الخير، اهلا وسهلا بكم. مرحبا، هذا عدد جديد من برنامج في العمق مباشره من راديو عيون افهام. عدد جديد، ضيف جديد، تحيه لكم وين ما كنتم. تشاهدوا فينا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو عيون افهام. تحيه للفريق التقني اللي رافقنا في هذا البث المباشر، وعنصر جديد يلتحق بنا، إدارة تقنية لصديقنا فيصل برامي بمساعدة صديقتنا العنصر الجديد اللي باش يرافقنا زاد تقنيا الملك عكريمي. وجولة تحية، وأيضا تحية صديقنا حافظ برامي. فريق متكامل يهمنيكم هذا البث المباشر في عدد جديد من البرنامج اللي اليوم العدد الثاني بتاعه في العمق. نستضيفه مختص في بعض المشاريع وخبير في بعض المؤسسات والمشاريع، وأيضا مدرب دولي في التنمية البشرية. نستقبله مباشرة بعد هذا الفاصل. إذن كما ذكرنا بكري، نستقبلوا ضيفنا الجديد سي إسماعيل زينوبي، المدرب الدولي والخبير في بعض المؤسسات والمشاريع. صباح الخير، عسلامة سي إسماعيل، أهلا وسهلا بك. مرحبا، عسلامة، تفضل. إذن كما ذكرنا اليوم ضيفنا بكل سرور نستقبلوك سي إسماعيل. تقريبا ماكش غريب على الفضاء مركز التكوين المهني الخاص بالشخصيات المهمة، هذا مقر راديو. صباح الخير، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير لكل المستمعين، إن شاء الله نبارك لكم المولود الجديد. يعيشك، يعطيك الصحة. نتمنى يكون راديو تنموي حقيقي إن شاء الله، ويكون يعطي إضافة، يكون نبع أفكار، ويكون أيضا مساعد وموجه للجميع الفئات اللي هم خاصة الشباب اليوم يبحث عن فرص الحياة، ولما لا نكونش أيضا أول حاضنة للأفكار. الناس تحب تنمي البلاد، تحب تأطر وتحب تتكون. إن شاء الله نبارك لكم مرة أخرى. يعيشك، يعطيك الصحة سي إسماعيل. خلينا نتعرف عليك أو تقدم نفسك يعني للناس اللي تشاهدنا هذا اللقاء مباشر كما ذكرنا. نتعرف على سي إسماعيل زينوبي، يعني ما نعرفش بالطريقة اللي تراها يعني مناسبة،
يعني شكون سي اسماعيل زينوبي؟ اسماعيل زينوبي رئيس مكتب التشغيل والعمل المستقل، خبير في ميدان بعث المؤسسات وخاصة في الاقتصاد الاجتماعي تماما. ايوه. ايضا مرافق مكون مكونين، مدرب دولي للتنميه البشريه المهنيه، وعديد ونشط مستمر. تقريبا عندك عده الحق تتويجات يعني في مجال خاصه التدريب، كان تحكينا على ابرز العناوين ربما او الشهائد المتحصلة عليها. مشارك في المؤتمر التطوع العربي وحضرنا التتويجات، كيف الحمد لله انا عضو البرلمان الدولي للتنميه البشريه، وايضا مؤخرا شرف الطريق بالجنه بطاقه الاعتماد الرسميه عضو في الهيئه العربيه للتقدم المتجدد. هذا تقريبا ابرز يعني المشاركات بتاعك. بالنسبه سي اسماعيل، انت في علاقه مباشره مع الشباب يعني مع الناس اللي عندها رغبه بالطبيعه في التشغيل اللي هو موضوع كبير، يعني كيفاش تقييمك لواقع يعني التشغيل في تونس، وايضا من زاويتك يعني او اختصاصك واقع يعني المبادره الخاصه وبعض المشاريع؟ رؤيتك مش كان فقط على مستوى محلي ديال الخير لكن في تونس. مشكور على طرح وجيه. واقع التشغيل في تونس هو واقع ما يخش في اطار الواقع الاقتصادي الاجتماعي الموجود في تونس المغربي، خاصه في الفتره الاخيره السنوات الاخيره. الارقام في بعض الجهات ربما مفزعه، معنا ربما تجاوز 30% من البطاله. عندنا فئة الإناث خاصة فئة كبيرة محترمة، معناها فقط تقريبا 60% معناها من أعداد المعارضين. هذا لا يعني أنه الفرص الموجودة في تونس بالواقع